بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها كانت في الحجاز محترمة عند الجميع، عند النساء والرجال، ولم تكن هناك امرأة بمستواها في الاحترام، بل حتى كانت محترمة أكثر من الرجال أيضا، ولكنها بسبب زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوصا بعدما بعث رسول الله وأعلن الإسلام، وخديجة رضوان الله عليها كانت أول امرأة أسلمت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك ضحت خديجة بكل ما كان عندها من مال واحترام في المجتمع المكي وفي الحجاز كله. أما أموالها الكثيرة والكثيرة، وهي أكثر شخصية تملك بهذا الحجم الكبير من الأموال، صرفت كل أموالها ووضعتها تحت يد رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله كان يوزعها على المحتاجين، على الضعفاء، على المساكين في مكة المكرمة ومن غير مكة المكرمة عندما يأتون إلى مكة المكرمة. وبعد ذلك بقي شيء من المال عندما قاطع المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وكل بني هاشم، وأعلنوا أن من يرى منهم رجالا ونساء يرى في مكة المكرمة يتعرض للقتل، يقتل. فاضطر رسول الله صلى الله عليه وآله بمن معه من بني هاشم، اضطروا أن يذهبوا خارج مكة في شعب أبي طالب رضوان الله عليه، وبقوا هناك 3 أو 4 سنوات في فضاء لا يظلهم سقف وليس لهم دار هناك، تحت حرارة الشمس وتحت المطر في الصيف والشتاء. ما بقي من أموال خديجة رضوان الله عليها انتهى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله في الضعفاء، وكل من كان في الشعب كانوا من الناحية المالية ضعفاء، وانتهت أموال خديجة، لم يبق عندها حتى بمقدار دينار واحد ودرهم واحد. كل ذلك خديجة رضوان الله عليها صرفها بيد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونتيجة زواجها من رسول الله جعل الرجال والنساء في مكة المكرمة يلومونها، أولا لأن الرجال يطلبن الزواج من النساء، فكيف خديجة هي أقدمت على الزواج من رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أنه بعضهم لام خديجة عند أبي طالب رضوان الله عليه. قال أبو طالب لذلك اللائم، قال: إن كان الرجل مثل ابن أخي النساء يقدمن على الزواج منه. واللمن لاموا النساء لمن خديجة، والرجال لاموا خديجة أيضا، لأنها هي بذلت مهر نفسها وأرسلت مهرها
إلى أبي طالب رضوان الله عليه، وأرسلت كما في الأحاديث الشريفة والتواريخ 4000 دينار ذهب حتى رسول الله يجعل ذلك مهرا لخديجة، و4000 يعني يسوى القوة الشرائية لها تكون 40000 درهم رسول الله صلى الله عليه وآله لتأسيس مهر السنة، وقد جرى على ذلك كل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا يزال هذا من المستحبات الأكيدة في الإسلام. رسول الله أرسل إليها 500 درهم كمهر، يعني مما يسوى 40000 درهم أرسل 500 درهم مهرا لخديجة، فكانوا يلومون خديجة على أنها رسول الله لم يكن عنده شيء، لم يكن عنده ذهب وفضة، كان يتيم الأبوين وكان في كفالة عمه أبي طالب رضوان الله عليه، وأبو طالب رضوان الله عليه لم يكن عنده مال، وحتى عرف بأنه ما ساد فقير قط غير أبي طالب، وكانوا يعبرون عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيتيم أبي طالب، يعني يتيم تكفله أبو طالب عمه رضوان الله على أبي طالب، فكانوا يلومون خديجة لذلك أيضا الرجال والنساء، وبالنتيجة قاطعوا خديجة، حتى أنه في ولادة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها أقرب القريبين إلى خديجة، ومن النساء أقرب القريبات إلى خديجة لا شخص من الرجال ولا واحدة من النساء لم يأتون لأجل ولادة الزهراء سلام الله عليها عند خديجة، وأرسل الله سبحانه وتعالى من السماء ليحضرن مريم وغير مريم لولادة خديجة والملائكة. هكذا خديجة رضوان الله عليها ضحت بكل شيء من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أجل الإسلام، حتى عرفت بأنه لولا سيف علي سلام الله عليه دفاعا عن رسول الله وعن الإسلام ومال خديجة ما استقام الإسلام. وهذه عبرة لجميع النساء والرجال، خصوصا النساء، يتخذن من خديجة رضوان الله عليها بعد مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يتخذن من خديجة أسوة. إذا النساء رأين أزواجهن، آباءهن، أولادهن، أقرباءهن من الرجال يعملون للإسلام وخدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يساعدن الرجال في ذلك ويضحين من أجل خدمة الإسلام وخدمة أهل البيت. وبالعكس أيضا الرجال إذا رأينا بعض نسائهن من زوجة، أخت، بنت تخدم الإسلام وتخدم أهل البيت، الرجال يشجعون النساء على ذلك ويقوون عزيمة النساء، ولا يكون الرجال يثبطون النساء في ذلك، كما أن النساء أولى لهن أن يتخذن من خديجة رضوان الله عليها أسوة لهن. وهذه خديجة رضوان الله عليها تكون عبرة للجميع، للنساء وللرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وفي كل زمان في البلاد الإسلامية وفي بلاد غير الإسلام،
يوفق الجميع للتضحية بما يمكنهم من التضحية في سبيل خدمة الإسلام وخدمة أهل البيت، وهذه وظيفة واجبة على الجميع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.